باشمهندس دكتور شريف، يعني حضرتك يعني واحد ايدك في الصناعه والظروف العالميه والخامات والاستيراد وسعر الصرف والاسواق، يعني انت واحد ايدك في الصناعه، يعني كيف يمكن بشكل سريع وعاجل الخروج من الازمه الراهنه الطاحنه واحنا مش مختلفين عن دول العالم لكن ظروفنا ربما اصعب شويه، كيف الخروج من هذه الازمات بشكل مبتكر؟ والله فخامة الرئيس طرح نقطة مهمة جدا، هو إن إحنا طبعا نتيجة الأزمات اللي مر بيها العالم سواء كورونا أو الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، إن إحنا لازم نصنع بقدر الإمكان يعني بحيث إن إحنا نعمل إحلال لكثير من الواردات إحنا بنستوردها حاليا. وإدى مثال عن الكمبرسرات، مثلا الكمبرسرات اللي بتستعمل في عديد من الأجهزة، الكمبرسر ده مثلا وأحد المستثمرين أكد إن هم ابتدوا يشتغلوا في موضوع الكمبريسور مثلا في تصنيعه، ان المصنع هيعمل خلال سنه عام 2024. يعني الاتجاه هو انك انت النهارده لازم تصنع بقدر الامكان ما يمكن تصنيعه داخل مصر، لان الخريطه اتغيرت في العالم واصبح النهارده وسلاسل الامداد والمشاكل اللي حصلت، فالنهارده لازم تحط الثقل الاكبر قوي عشان تخرج من الازمه دي، انك تصنع ثم تصنع ثم تصنع. يعني وده الرساله اللي سياده الرئيس اعطاها اليوم للحاضرين النهارده في هذا الاجتماع.